جائزة اختيار الجمهور ذهبت لي علي الشعيبي وأماندا حيدر من لبنان عن أغنية Rise Again اللي كتبوا ولحنوا وغنوا الأغنية. استلمها عنهم نوال فليتل. وطبعا هذه الأغنية قدمت بدعم من منظمة Youth Against Corruption. صار لازم تفيد شوف بعيونك في ضوء جاي من قريب. مرحبا على الشعب هون. بحب أول شيء أقدم اعتذاري على عدم قدرتي لحضور الحفل التكريمي لمسابقة Youth Empowerment Film Song Competition بعمان اليوم. صراحة كنت كتير محمس وكتير كنت حابب أكون موجود بالإيفنت، بس للأسف صار في ظروف خلتني ما أقدر أكون موجود. حابب أول شيء أقول إنه شرف وفخر كتير كبير إلي ولأماندا حايدر إنه نكون عم مثل لبنان جمعية شباب ضد الفساد ياك اللي أنا فيها، وهالغنية Rise Again العزيزة كتير على قلبي. أنا جاي من بلد الشباب فيه كتير تعبان وهالشي مبين بالأرقام، أكتر من 25% من الشباب اللبناني عم بعاني من الكآب، وأكتر من 70% بدهم فرصة تيفلوا من البلد. الفكرة كانت وحضلها من هالغنية Rise Again إنه تكون رسالة أمل لكل الشباب وبكل العالم إنه ما نستسلم للظروف ويضل عنا أمل ببكرة أحلى. بحب اتشكر كل حدا ساهم بنجاح الغنية، وبحب اتشكر منتور أرابي على هالفرصة انه نوصل صوتنا لأكثر ناس ممكنة. اليوم موجودة معكم نوال فليفل اللي هي ريبريزنتاتيف من ياك انه تستلم الأورد عننا. ثانك يو، وبتمنى لكم سهرة حلوة.